صدق الباب الله يهديك. احنا كنا منظمين يا اخي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لحظات لحظات يا اخواني، لحظات من اللحظه اللي كيتسناوها جميع المغاربه يا اخواني، استعدادات من اجل خروج الطفل ريان في الاثناء. الله اكبر. هنا حيد حيد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اخواني. لحظات يعني لحظات ما قدروش نوصفوها لكم. هذه الاثناء قبل خروج الطفل ريان ينتظرها المغاربة، اللحظة التي ينتظرها الأمهات والآباء. لا إله إلا الله. من لحظات إخواني، لحظات تبوري شيء إخواني في الأثناء. دعواتكم إخواني، دعواتكم الأطقم الطبية حاولت أن ندخل في الأثناء. لحظات غريبة استخراج طفل ريان لكي تسمى جميع المغاربة يا إخواني. هنا تعبئة أمنية كبيرة لتأمين خروج طفل ريان، وبيتم نقله للمستشفى. نشوف طاقة الانتظار للبنات إخواني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اقتربت اللحظة التي ننتظرها إخواني. الله أكبر. كانت كبيرة هذه الأثناء. الو وين دخلتي اخويا؟ اخويا اخويا راني داير اللايف وقتها، والله العظيم
على بجوج دايرين لكم دعواتكم يا اخواني في الاثناء. واه 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 لا ما نطولوش في القريان صافي داكور يلا دوز يعني خمسه ايام في البيئه هذا جايبين ميديا لايف اكيد كتلاحظوا معنا المحاضرات الاخيره خروج ابن الشعب خروج الطفل الذي أبكى العائلات المغربية الطفل الذي أبكى الأمهات الطفل الذي بفضله اجتمعت هذه الجماهير من مختلف المدن المغربية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الشعور إخواني الله أكبر لا يوصف الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة الحمد لله كبيرة أخيرا سمر الطفل حريان لا إله إلا الله
محمد رسول الله. تطورات الامور بعد ما كان متوقع ان يتم اخراج طفل ريان. تحيات كل شيء اليوم جميع رجال السلطة وتحية لجميع المواطنين اللي كتم الاستجابة ديالهم لعناصر الدرك الملكي وقوات المصلحة الملكية. كما كتشوفوا تحية الدرك الملكي كل ينطلق دور الجهاد جمعيات تقدم التحايا للرجال المرابطين للوقاية المدنية يعني ما نعسوش 24 ساعة طيلة هذه الخمسة أيام. تحية كبيرة لهاد الناس وتحية للرجال الوقاية المدنية اللي قايمين بواجب جبار ومجهود اللي هو كبير وكبير جدا. كلنا منتظرك يا ريان يا ريان لن نشوفك حي ريان يعني احنا في انتظارك. الان المواطنين كيحيوا السلطات العمومية وكيحيوا الشعب المغربي في سبيل سنستقبل هذا الطفل الزملاء ديالنا اللي بالدموع الجميع سيستقبل هذا الطفل في لحظة تاريخية لحظة لن تنسى ولن آمين. كل إخواني بالدموع يا إخواني بالدموع. انتظرك يا ريان انتظرك يا ريان انتظرك يا ريان. إخواني كيتسناوك الناس كاملين كيتسناوك العائلات والأمهات الكل ينتظرك يا ريان. الإخوان كيوجهوا الشكر ديالهم والتحية ديالهم على هذه حامل البلاد اللي بفضل التعليمات ديالو كنشوفوا مجهودات جبارة المسؤولين في هذه الخمسة أيام. الكل يردد طلها البدر علينا الكل في هذه اللحظة يعني إخواني والله بالدموع يا ريان انتظرك. الله أكبر.
خير هبط الله يا اخي اخويا رسال ضربوني اش الواب حنا ليك بالاحساس بالحزن ان شاء الله بالفرح عند الطفل ريان حي يرزق يا رب العالمين يا رب انت مجيب الدعوات يا رب العالمين يا رب العالمين انك على كل شيء قدير يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب اخرج ريان سالما معافيا حيا ورزقا يا رب العالمين يا رب العالمين انك انت مجيب الدعوات يا رب العالمين لمده 5 ايام متتاليه لأميك ووالدتك لريا على صبرهم من الإخوان الصوت مزيان تفاءلوا خيرا تعيدوا إن شاء الله لحظات أخيرة انتظار ذاكرة إخواني لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله وفي الدائرة المحيطة بقاع البئر أجواء خاشعة هيا يا ريان الكل في انتظارك الكل ينتظر ريان تحية السلطة فكرة قطر محا يصير نتركوا مننا سننتظروا أي إجراء إخراج ريان من إننا ننزلق في هذه اللحظات ونعتذر عن عدم جودة الصورة جزاك تتواصل من تحت الحياة المدنية
خاف مني أقول محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بعد ما دخل الطبيب والان كاين تحركات نتاع يعني المملكة المغربية اللحظة اللي كان مع الطفل كانت تحركات غير عادية وتهبئة امنية في هذه الاثناء من اجل تأمين عبور الطفل ريان من هذا الممر. وكذلك كنذكركم ان يعني الفرق الطبية فهي داخل البئر في هذه اللحظات جات من طرف الجميع. هذه المجهودات الكبيرة والمتواصلة اللي قام بها جميع الطرق وجميع المتفائلين اليوم ان شاء الله باذن الله وبعد لحظات غنشوفوا النتيجة تاع هذا العمل كامل اليوم وبعد لحظات غنشوفوا هذه المسألة التاريخية. هذه اللحظات التاريخية الكل كيفكرها الكل كينتظر يعني هذه القضية علاش كيدخل مفهومش اش كيكون كلشي داخل الحمد لله مفهومش اش كلشي داخل الكل كينتظر في فارغ الصبر لا قلت كل وهابي مشاهدين يلا عاودوا عليكم من جديد في هذا البث المباشر وقال يا غديكم يلا تغديو في شي لحظات في شي الاخراج ادعوا لكم اللحظة التاريخية المنتظرة منتظرة جميعا هذه اللحظات
الناس فاش كيفكروا نتسناو رايان هما جايبين لي بوصار باش يديروا بيبليسيتي. شوف الشرف كل واحد وهم سبحان الله راه لا هذاك راه مع الجمعيه الفقراء هذا بس هذاك السيد هذا ورا شفت هذا ما شفتش شو مال ما يلاحش الله يلاحش والله والله يلاحش انا وكيديروا لي هذا ماشي عنده شهادات ماشي حشومه الله يبارك لك. هذا هذه قضيه انسانيه ماشي الواحد يترسم بها ويجي صور الناس كيبغيو التاريخيه اللي كانت واه ملي يجي ريان مين البدء اخيرا بعد 5 ايام متواصله من العمل في الطرق استعدادات اداريه ربما ان طبيب قلب الوقايه المدنيه كذلك كل الاليات متطوره انتظار وصول الحفارة إلى قسم الرايات حتى اللي غادي يوصلوا أصحاب الحفر اليدوي الأهل بالأنبطاطات بجانب الطبيب يوصل الحالة ديالو بعد ذلك يتم النقل ديالو إن شاء الله إن شاء الله يتم النقل ديالو بارير لك نتو في وعدو في الحياة جميع الإمكانيات متوفرة طبيب جهاز مختص سيارات اسعاف مجهزه وكذلك طائره هليكوبتر اللي تصير بين الدرك الملكي عياده الدرك الملكي و بين قيادة الدرك الملكي وكذلك وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. جميع على أعصاب هذه اللحظات ولكن نذكركم بأن عمل كبير كبير يقوم به الناس اللي كنا تقل عن الناس اللي الناس اللي تقصوا الراية وغادي يشوفوا الضبعات فهذا العمل كبير في طبيعة الناس يكون دقة هذا إذن إخواني لحظات عصيبة لحظات قليلة تفصلنا فقط على رؤية هذا الطفل الذي أبكى ملايين المغاربة وأبكى يعني الأمهات المغاربة والآباء في اللحظة اللي كل ينتظرها بعد قليل سنتين يعني الفرج بإذن الله بين أحضان ديالو بين أحضان هاد الناس اللي كيتبعوا يعني هاد اللحظات بعصبية وبأحاسيس يعني مختلفة ما زال هذا المتواصل ما زال خرطوه من الحين هذا
الله يلا خدامي الله العظيم ها نشوفوا آخر ترتيبات من أجل يعني خروج الطفل ريان من هذا المكان بالضبط. بعد ما غادي يوصلوا له الناس اللي كيحضرونا من الافقي الطبيب دخل العلم كان راح داخل الحاله الصحيه ديالو كل هنا يقولوا السلام عليكم هذا المسألة أو هذا الوحدة التاريخية السلام عليكم شكرا شكرا لأصدقائنا في الجزائر اللي كيبينوا على يعني الروح الأخوية ديالهم وعبروا على التضامن ديالهم والتعازو ديالهم لهذا الطفل هذا والشعب المغربي عامة. صراحة هذا الموقف اللي شفناه اليوم التطور اللي كاين والأدعية اللي كيدعيو منذ لحظات واللي سمعتو جزء منها كذلك الكل واقف هنا الكل كيعيش على الأعصاب ديالو لا لشيء سوى أن كاين تضامن اللي عرفاتو هاد القضية هذه أو هاد الحادث الأليم تضامن عالمي ماشي غير تضامن مغربي العالم يراقب العالم ينتظر وأكثر الله تعالى حتى هاد المجهودات كلها اللي دارت غادي تجازى إن شاء الله بواحد بشرى هادشي اللي كننتظرو
كامل.